السلام عليكم متابعيني الأعزاء، أهلا بكم بهذا الفيديو. شركة سامسونج بالسنة الأخيرة أو خلينا نقول بالسنة ونص الأخيرة قاعدة تركز بهواتفها كلها على مسألة الـ 5G. قاعد نلاحظ الـ A22 5G، A32 5G وحتى أيضا A52 وA72. قاعد نلاحظ التركيز بشكل كبير على شبكات الـ 5G، وبالفعل هي مسألة مهمة ومفيدة جدا للمستخدم. طبعا هذا الكلام ما ينطبق على العراقيين نهائيا، ولكن الى حد الان اي جهاز من سامسونج بي 5G ما يعتبر جهاز رخيص. ارخص جهاز حاليا ما يقارب ال 200 او اكثر من 200 دولار. لذلك سامسونج بهاتفها الجديد القادم اللي هو الاي 13 او الاي 13 قاعد تحاول ان تستهدف الفئه الاقتصاديه ولكن بخدمات ال 5G. ولما اذكر الفئه الاقتصاديه فاني قاعد اتكلم عن هواتف بسعر اقل من 200 دولار وبنفس الوقت تتوفر بها خدمات ال 5G. لذلك بهذا الفيديو راح استعرض وياكم مجموعه من الاخبار والتسريبات الموجوده عن هاتف سامسونج القادم الاي 13، فاذا كنت مهتم بهذا الجهاز فتابعوا الى النهايه. اهلا بكم مره ثانيه. خلال الايام القليله الماضيه اكثر التسريبات المنتشره عن هذا الجهاز كانت تقتصر على ثلاث اشياء رئيسيه. الشغله الاولى واللي هي مساله الكاميرات، وباغلب التسريبات تذكر بانه هذا الهاتف راح يحتوي على مستشعر بدقه 50 ميجا بكسل، واعتقد انه مستشعر 50 ميجا بكسل راح يكون هو الاكثر شهره بعام 2022. اتكلم على مستوى الهاتف المتوسطه والاقتصاديه. المهم نرجع لـ A13، راح يجي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا ثانية ألترا وايد بدقة 8 أو 5 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة للماكرو راح تكون بدقة 2 ميجا بكسل، وبالنسبة للكاميرا الأمامية فراح تكون بدقة 8 ميجا بكسل. يعتبر تحسين نوعا ما بسيط عن الهاتف السابق من هاي الفئة واللي هو الـ A12. المسألة الثانية اللي أيضا كانت منتشرة بشكل كبير عن هذا الهاتف واللي هو مسألة المعالج، بما أنه سامسونج وبنسبة كبيرة راح تخلي الـ 5G بهذا الجهاز، فايضا لازم يكون المعالج الموجود بهذا الجهاز يدعم ال 5G، وعلى الاغلب راح يكون شركه ميديا تك واللي هي فئه ال 700 من معالجات دايمنسيتي. بصراحه ما كان اكو ذكر لنوع المعالج، ولكن بنسبه كبيره راح يكون هو الدايمنسيتي 720 او الدايمنسيتي 700، بالاضافه لرام بسعه 4 جيجا بايت وذاكره 64 او 128 جيجا بايت. والمساله الثالثه واللي هو حجم البطاريه. اغلب المواقع تقول بانه حجم البطاريه ما راح يكون اقل من 5000 ملي امبير او ربما حتى يصل ل 6000 ملي امبير. وبالتأكيد هذا الشيء مطلوب جدا بهاي الفئة السعرية، كون أغلب المستخدمين بالفئة الاقتصادية يدورون على بطارية بحجم كبير، وبدون ذكر أي تفاصيل عن مسألة الشحن السريع وش قد راح يكون مع هذا الجهاز. أما بالنسبة لشاشة الـ A13، فحجمها بحسب التسريبات راح يكون هو 6.5 إنج، وراح تكون بدقة الفول HD بلس، وبالتأكيد هذا الشيء دقة الفول HD بلس راح تكون تغيير قوي بهذا الجهاز عن النسخة السابقة، لأن النسخة السابقة كانت تجي مع الـ HD بلس فقط، وبالإضافة إلى معدل تحديث للشاشة ممكن يصل إلى 90 هرتز. اما بالنسبه لمواد تصنيع هذا الجهاز فعلى غرار كل اجهزه سامسونج تجي بهاي الفئه السعريه، فالتصميم دائما يكون من البلاستيك سواء كان الظهر او الحواف، التصميم راح يكون من البلاستيك بالاضافه الى واجهه اماميه بحواف اقل نسبيا بحسب ما ذكر بالتسريبات. هذه هي كانت اهم التسريبات والاخبار الموجوده عن الاي 13 من سامسونج. في حال توفت اي اخبار ثانيه او اي تسريبات جديده راح احاول ان اقول لكم اياها بشكل مباشر. انا محمد واشوفكم بالفيديو الجاي.